وحشتونا يا ولاد جدا جدا جدا. النهاردة المحاضرة التانية في فن الشائعات. محاضرة النهاردة هنطرح فيها كل أسئلتكم اللي جات لنا وهيجاوب عليها البروفيسور هباد كلها. ابدأ يا دكتور زياط، كل الأسئلة متاحة. أول سؤال جاي لنا بيقول ايه أكتر شائعة ندمت عليها؟ بلاش السؤال ده متهيألي. لا لا لا، طب وبلاش ليه؟ أنا هجاوب. أكتر شائعة ندمت عليها كانت شائعة دفع التلاميذ تذكرة بجنيه لدخول المدارس. طب وحضرتك ندمت عليها ليه يا بروفيسير؟ لأن الواد ابني قراها وصدقها واتفق مع عمه ياخده من جيب شهر مقدم من غير ما يقولولي. الله الله على صراحتك يا دكتور هباد. طيب نروح للسؤال التاني على طول، وهو بيقول انتوا ليه مش عايزين تصدقوا انكم جبتوا اخركم وسعركم في سوق الشائعات بقى صفر؟ صحيح يا اولاد، انا نسيت اقول لكم ان الجامعه استاذنتنا النهارده انهم يجوا يحللوا لكم مخدرات اثناء المحاضره واحنا وافقنا. لا لا لا، ايه اللي انت بتقوله ده؟ العيال بتجري، العيال خارجه من المدرج بتجري يا دكتور هباد. ما بيقول لك قال جبنا اخرنا، قال ده احنا زياط وهباد يا شويه اشبال. بس تصدق انه في 5 طلاب قاعدين هناك، هم دول شكلهم بقى الحمد لله مش مدمونين. لا يا عبقري، دول خرفان فمش فاهمين اصلا احنا بنقول ايه.